محمود. عم محمود احكم ما بيننا، مين اللي هيكتب؟ ولا تفاح ولا دق دق دق، مين بيخبط؟ انا عمو. مين؟ انا عمو صاحب بابا، جاي اديك البابا. يا عمو انت كذاب، هو قال لي ما افتحش الباب. بصي يا روز، عملتلك سندوتش البرجر اللي انت بتحبيه اهو في اللانش بوكس يا حبيبتي، عشان تطلعيه كده في وسط اصحابك اللي معاهم سندوتشات جبنه وتقولي لهم اصل انا ماما عامله لي سندوتش برجر. ماشي؟ ماشي. اهو اول حاجه هتحطوها في الشنطه. ثانيا بقى جايبالك حلويات كتيره قوي مستورده، تطلعي حاجه حاجه كده وتفتحيها وتاكليها وتقولي ايه الحلاوه دي كلها؟ ايه طعم الاكل الجميل دي والحلويات بتاعتي الحلوه دي؟ ماشي. اهي حلوياتك كلها هنا يا فيروز، والعصيره اهو يا فيروز. ماشي. ودي بقى حبه حلاوه مولد برده جبتي بيها اصحابه، لان برده امهاتهم وابوهم مش بيجيبوا لهم حلاوه مولد. بصي بقى الكبيره، مصروفك 100 جنيه هتخليه هنا، ال 100 جنيه دي تجيبك هنا. ماشي يا حبيبتي؟ تطلعيها هناك كل شويه وانت في المدرسه. يا سلمى. نعم. ما تهني عليهم عشان يحضروا نفسهم. ماشي حاضر اكلمهم. ها يلا. ماشي اكلمهم. بيردوا عليا، اكلمهم تاني. رني بابا وماما بيدوني مصروف 100 جنيه، اصل هما اهاليهم بيديهم مصروف 5 جنيه وساعات مش بيديهم، فانت 100 جنيه دي حاجه عاليه قوي. ماشي. زي السنه اللي فاتت يا فيروز تقعدي تغيظي اصحابك، مش مهم عندي ولا تطلعي الاولى ولا الثانيه، اهم حاجه تغيظي اصحابك. زي السنه اللي فاتت. ايوه. تغيظ فيها مغيظ. اه انت مجموع قليل مش مهم، بس تغيظي اصحابك، ايه المشكله يعني؟ استني استني كده انزلك يلا عشان نروح المدرسه. يلا يا حبيبتي يلا. هوبا. افضلي قولي بقى هدومي جميله، ماما بتجيب لي 7 تيشرتات 18 بنطلون، اللي انت عايزاه كله. هترني عليهم يا سلمى؟ ما انا برن اهو، محدش بيرد، اعمل ايه طيب؟ رجعنا للغلاسه تاني، بس مش مشكله، اهم حاجه بيظبطونا. يلا صالح، كل سنه وانت طيب، اول يوم مدرسه. اقول لك ايه بقى صالح؟ يا ماما السند. ماما دي يا صالح، انا عايزك يا بابا تنايم يا بابا. بص هي انا اسم ماما ولا بابا؟ صالح. بابا. ماشي. بص بقى صالح، السنه دي بقى مش عايزين الشقاوه بتاعت السنه اللي فاتت. ماشي. تقول لي انا صالح شقاوه والكلام دوت، لا انا عايزك تركز في مذاكرتك كويس جدا. ماشي. ماشي. عايزك تطلع من الاوائل كده. ماشي. طب بص، الله ايه الحلاوه دي؟ محدش بيرد برضو. يا غزل يا غزل يا فيروز، نايمين دول ولا ايه؟ يا غزل النهارده اول يوم مدرسه، ايه الشياكه اللي انت فيها دي يا غزل؟ ايه الحلاوه دي؟ انا ما شفتش اشيك منك يا غزل، ايه الطعامه دي؟ ربنا يخليك ليا احسن ماما. وايه الشنطه الجامده دي يا غزل؟ شنطتك حلوه قوي يا غزل. ايوه يا ماما، مفيش حد اخد ليا شنطه احسن منك. ما انا عارفه. قال قولي لي يا فيروز، ال 100 جنيه يا حبيبتي اللي انا اعطيتها لك انت حطيتيها فين يا قلبي؟ في جيبي. الله يا فيروز، عارفه يا فيروز لو ما صرفتيش ال 100 جنيه كلها هزعل منك، واهم حاجه تاكلي البرجر اللي حطولك في الشنطه والحلويات المستورده يا حبيبه قلب ماما. اوكي مامي. يلا يا قلبي شيلي ال 100 جنيه في جيبك يا فيروزه يا عسل. حاضر يا ماما. يلا. تعالي يا غزل تعالي. ماما ده جاي. يا ماما يعني اول يوم مدرسه وعايزه تاخده اجازه، وكمان تقول لي يا ماما ونايم كمان. بس انا كل اللي مضايقني اللي خلص الساعه 7:30 والباص بتاعك لسه ما جاش يا صالح. مش معقول كده يعني يكون اول يوم تاخير؟ مش معقول. ده تاخد اجازه ليه يا صالح؟ انت بقالك 4 شهور اجازه يا صالح. اه يا غزل يا غزل، احنا نازلين اهو. في يا ميس سلمى؟ يا غزل يا غزل، امال فين فيروز؟ ده انا قلت يا استاذه فيروز يا استاذه فيروز. ايوه كده يا ميس سلمى. بصي
بصي يا غزل يا حبيبتي، المئة جنيه دي كلها علشانك، عشان تجيبي حاجة حلوة، وكمان تجيبي حاجة حلوة لصحابك. ناس هتولع مننا. بصي بقى يا غزل يا حبيبتي، أنا عملتلك سندوتشات إيه؟ امسكي كده يا غزل. امسكي يا ميس سلمى امسكي. حاضر حاضر يا أم غزل. دي سندوتشات إيه؟ شايفة ده إيه؟ سندوتشات برجر. شايفة البرجر ولا مش شايفة؟ شايفة كمان ولا مش شايفة؟ تعالي كمان أوريك أنا عملت إيه. بص الشيبسي اللي غزل بتحب. امسكي امسكي. وكمان إيه تاني؟ امسكي يا غزل يا حبيبتي امسكي. وعصير اللي غزل بتحب. وكمان شيبسي. وكمان شيبسي. كل حاجات دي. ربنا يخليها لك. وبرشميلو كمان. والجلي كمان. ماشي جيبي شوية. كل الحاجات دي غزل بتحب. ربنا يخليها لك يا أم غزل. ربنا يخليها لك. كل الحاجات دي مش طبيعية. ربنا يخليها لها وفيروز مش ربنا وفيروز. لا ده أنت عايزة تعالي يا فيروز. أنا قلت لك فيروز ربنا يخليها لك. عايزة تشوفي بقى. خدي يا أم غزل. ماشي يا ميس. لو علاش بص احنا معانا لانش. بصي يا حبيبتي ربنا يخلي لك بنتك. أربع تكات. بصي يا حبيبتي. احنا بصي يا أمل. سندوتش برجر طويل يعني بصي كده هتقعد تاكل فيه طول اليوم. شايفه شايفه يا عم محمود؟ شايف شايف. ايوه لا اصل احنا عيالنا اجانب ما بياكلوش اي حاجه. ربنا يخليها لك يا ام فيروز يا رب وتعيشوا وتعملوا ايه عايزاها. لا استني انا هوريكي جايبه لها ايه. واحده واحده بس يا جماعه. بس يا رضا يا قمر. ساعدك في حاجه طيب. الله يخليكي. حلوه. شيبسي شيبسي مستورد. امسكي. شيتوس مستورد برضه. ماشي. عارفه بجيبه لها كده من امريكا مخصوص بيجيلي بطياره. ماشي. اها نوتيلا. صالح صالح اصحى ما تنامش. انا ده اول يوم مدرسه عايزك تفيق كده. انا نفسي افهم الباص اتاخر ليه كل دوت يا صالح. كيكات بقى بصي ومارشميلو من اللي قلبك يحبه. ماشي. احنا ما بنجيبوش اي حاجه. ايوه انا عارف اللبس بنت فيروز دي جايبه لها 7 تيشيرتات و18 بنطلون و5 كباب. ربنا يخليها لك. 5 كباب كده هنتاخروا. خلاص يا جماعه. بصي بقى يا ميس سلمى علشان خاطري انت عماله تنادي وتقولي يا غزل يا غزل. الاستاذه غزل. أيوة. الاستاذه غزل. صالح اصحى يا حبيبي. ال 200 جنيه دي ليكي انت وعم محمود. ربنا يخليكي يا ام غزل يا رب كلك ذوق. والله يا عم محمود يعني هي كلها ذوق وانا مش كلي ذوق. يا انا هشيلك فوق دماغي يا ام فيروز. ده انت حضرتي وانت عم محمود. انا ايه يا عم محمود؟ ست كله والله. الله اتفضل يا عم محمود. ال 200 جنيه دي ليك انت واستاذه سالم. ربنا يكرمك يا ام فيروز يا رب ويخليها لك يا رب. طب بعد اذنكم عشان تتاخروا احنا على الاوضه. لا تركب قدام. لا عم محمود. عم محمود احكم ما بيننا. مين اللي هيركب جنبك قدام؟ ايوه مين يا عم محمود؟ دي مامتي. دي هعمل ايه يا عم محمود؟ طب اقول لك اقول لكم على حاجه. انتوا عايزين تركبوا عليكم هنا؟ بص انت جنب الشباك. لا بنت انا اللي هتركب. طب واحده واحنا رايحين واحده واحنا راجعين. ايه رايكم؟ ماشي. لا بنت الاول. يا جماعه واحده خلاص خلاص يا حبيبتي. انت اعملوا طوبه ورقه مقص وشوفوا مين اللي هيركب الاول. طوبه ورقه مقص. توبا ولا مقص. توبا ولا مقص. غزل يلا راجعه. خلي بنتك تقعد جنب الشباك. عيب عليك. عيب عليك. ما اقدرش ازعق. يا حبيبتي يا غزل يا حبيبتي اركبي جنب الشباك. خشي يا فيروز. خشي يا فيروز. انا اللي عايزه. يا فيروز. لا 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 لو سمحتي ما تكلميش بنتي باسلوب وحش. يا جماعه واحده واحده مش كده. اخرنا يا عم محمود. طفلنا يا جماعه والله. وانا رادعة يا حبيبتي. لا قاعدة جنب الشباك والله. لا انا قاعدة مش معاك. يا غزل واحدة واحدة يا ولاد مش كده. فيروز يا حبيبتي اصرفي ال 100 جنيه بتاعتك كلها. حال. غزل يا حبيبتي كلي سندوتشاتك وكلي الحاجة حلوة بتاعتك. ماشي يا جماعة. وجيبي لاصحابك كمان حاجة حلوة. ماشي يا جماعة اتأخرنا. فيروز بكرة مصروفي ال 200 جنيه يا فيروز. وانا هديكي بكرة 300 جنيه. وانا هديكي بعد بكرة 400 جنيه. خلاص يا جماعة خلاص ماشيين والله خلاص كده. الناس هتموت مننا وتغلي مننا. والله انت اللي هتموتي مننا. عايزه انا مع بابا. عيب بقى يا صالح. عيب يا صالح بس استاذه معاك الساعه كام دلوقتي لو سمحت؟ الساعه 8 ل 10.
حضرتك مش بعتالي على الواتساب اللي حضرتك هتيجي الساعه 7:30 كده في تاخير نص ساعه. ينفع كده يعني؟ انا هقول لك يا استاذ ما تعرفش اللي حصل دلوقتي. ده اول يوم بكسر. طيب يا استاذ احمد لازم افهمه برضه اللي حصل يا عم محمود. كنت بجيب فيروز وغزل، امهاتهم هما الاثنين ماسكين بعض عاملين يتخانقوا على الصبح على اللانش. لا عامله ايه ودي مش عامله ايه؟ يتخانقوا وشغل عند تاخد بعضك وتدور العربيه يا اسطى تقعد بعضك وتيجي. فيها اولياء امور وفي اطفال مستنيينكم، مش تستنوا انتوا تسمعوا اللي حصل. احنا ما كده ما ينفعش. حصل هم ماسكين عيالهم وماسكين شنطهم. ده كده اهمال منكم. لا اهمال منكم. حاجة عليا ايه يا ابني؟ والله مشكلة مش معانا احنا. انا دلوقتي هاخد ضهري واروح المدرسة واقدم في كوشاك وانتوا الاثنين. انا بقالي نص ساعة قاعدين هنا، ده الولد نام مني. اروح ازاي اول يوم واركز ازاي؟ فاهموني يا عم محمود. هم سابوا الامهات والله. طب حاجة عليا اصلح. يلا اركب. بس ولا يركب ولا ما يركبش، انا هوصله بنفسي. لا ما ينفعش ما يصحش. انا هوصله بنفسي خلاص. زهقت انا قفلت خلاص. تعالى صالح حقك علينا يا استاذ والله مش تكرر تاني. انا مقدم فيكم شكوى واقول لهم في المدرسه حقك عليا. واقول لهم في المدرسه كان في اتنين بيعندوا مع بعض وسبتوا استاذ احمد وابن صالح قاعدين نص ساعه على السلم. احنا والله تعالى صالح مالناش ذنب والله يا ابو صالح. استاذ احمد حقك علينا يا استاذ احمد. اقول لك على حاجه بقى، ام فيروز وغدر هم الغلطانين، جابوا لنا مشكله على الصبح واحنا مالناش ذنب. ستي ما انت كنت زيطه معاهم مرقبه. زيطه معاهم في ايه يا عم محمود؟ اعطيكم 200 جنيه في الدنيا يا عم محمود. النهارده اول يوم مدارس يا جدعان، ما تضايقناش بقى. خليهم اخر ناس بعد كده.